مهندسي اتصالات الجزائر قاموا بإنجاز غرفة إنزال أخرى على بعد 100 متر يعني نعم. بعيدة على المياه وخط جديد خط بري ليوصل بالخط البحري. السفينة هذه المجهزة طلبناها جات عندها أسبوع عمل في الشواطئ قامت بإخراج الكابل من أعماق البحر قطعوه ركبوه مع الجزء الجديد وبعد ذلك كان عملية اللحام يعني توصيل الجزئين للكابل نعم. والآن اليوم رهم الأشغال ما زالها متواصلة من أجل إعادة الكابل إلى عمق البحر وردمه في أرضية في قاع البحر ربما لسنوات عديدة ما راح يكون عندنا هذا المشكل مهما كانت الظروف الطبيعية.